رفع علم بلدك في منافسة رياضية هو شرف كبير، وتمثيلها في الأولمبياد هو فخر مش بيناله رياضيين كتير، والظهور بمستوى قوي هو إنجاز يحسب لك، والفوز بميدالية هو حلم كل الرياضيين. لكن تحقيق الذهبية أشبه بملامسة النجوم، أقرب للمشي على المياه، وبالتأكيد هو بوابتك لتخليد اسمك في تاريخ الرياضة. وعندنا في مصر 7 أشخاص بس نالوا الشرف ده، 7 عجائب لو صح القول، 7 عظماء اتسببوا في عزف السلام الوطني في أعظم محفل رياضي على وجه الأرض. كل واحد ليه قصته وحكايته، وكل ميدالية وراها سنين وسنين من الكفاح والحلم والإخفاق والانتفاض والقتال والإيمان. ودايماً الإعجاز لما بيحصل لأول مرة بيبقى له طعم خاص، طعم مختلف مش بيتكرر تاني، لأنها لحظة واحدة في العمر غير قابلة للمضاهاة. والعظيم اللي حصد أول ميدالية ذهبية مصرية وعربية على الإطلاق كان وسيظل السيد نصير. الرباع المصري ابن طنطا كسب ذهبية أمستردام 1928 وتحول لبطل قومي، اتكتبت فيه الأشعار، وقال عنه شوقي: شرف النصير ارفع جبينك عاليا وتلقى من أوطانك الإكليلة، يا قاهر الغرب العتيد ملأته بثناء مصر على الشفات جميلة، إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلة، قل يا نصير وأنت بر صادق أحملت إنسانا عليك ثقيلة. وتغزل فيه جبران وقال: يا فتى الفتيان أحسنت البلاء في المباراة وحققت الرجاء، وأريت الغرب ما بالشرق من قدرة يبرزها حين يشاء. وصحيح أن مصر عانت سنوات طويلة مؤخراً عشان تحصد الذهبية، لكن ده ما كانش الوضع مع الميدالية التانية. في الواقع أقل من أسبوع واحد احتاجته البعثة المصرية في أمستردام 28 عشان ترفع رصيد ذهبيتها لـ2، لما توج إبراهيم مصطفى بذهبية المصارعة اليونانية الرومانية للوزن الخفيف. إبراهيم مصطفى كان صبي في ورشة نجارة مملوكة لراجل أرماني في اسكندرية، وانبهر من صغره بالمصارعة الرومانية وبقى يقلد حركاتها مع العاملين معاه في الورشة. بنيته القوية وشغفه باللعبة ساعدوه ينضم للنادي الأولمبي ويتحول فجأة لبطل مصر ويشارك في أولمبياد باريس 1924. وكان إبراهيم مصطفى قريب جداً من حصد أول ميدالية مصرية على الإطلاق، لكنه أنهى المنافسات في المركز الرابع خلف الفنلندي أوني بيلينين، والانتقام مش هيتأخر كتير. 4 سنين عدت عشان يطيح إبراهيم مصطفى بالمصارع الفنلندي في نص النهائي ويقهر الألماني أدولف رايجر في النهائي، وعشان يرفرف العلم الملكي المصري في سماء هولندا بحضور الملكة فيلهلمينا. والإسكندرية ولادة، مدينة مش بتتوقف عن صناعة الأبطال الأولمبيين، وخرجت لنا الرباع الأسطوري أنور مصباح صاحب ذهبية رفع الأثقال في برلين 36. ودورة برلين كانت النسخة اللي عرف فيها العالم قوة مصر في رياضة رفع الأثقال، بعد ما حققت بعثتنا 5 ميداليات متنوعة. مصباح كان على موعد مع المنافسة تاريخية خلدها الزمن مع النمساوي روبرت فاين. الرباع النمساوي القوي حقق أسبقية مريحة ورفع وزن تقيل جدا، لكن مصباح في مفاجأة كبيرة قدر يرفع نفس الوزن عشان يتساوي الاثنين في النهاية. ولأن مصباح كان وزنه أقل تم منحه الذهبية وحصل فاين على الفضية، لكن البعثة النمساوية قدمت احتجاج وطلبت بعدم الاعتماد على أوزان الرباعين قبل الأولمبيات، وإنهم يعيدوا وزن الرباعين تاني في لحظتها. وبالفعل طلعت أوزانهم متساوية عشان يتقاسموا الذهبية. وفي ألمانيا 36 اتصدمت الكرة الأرضية بخضر التوني، أقوى رجل في العالم وأعظم رباع على مر العصور. التوني ما كانش إنسان عادي، بدأ رفع أثقال قبل 2 سنين فقط من أولمبياد برلين وحقق أرقام خارقة. ولما شارك في الأولمبياد بعمر 19 سنة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال رفض اعتماد أرقامه السابقة وما اعترفش بيها، ما صدقوش إن في إنسان على وجه الأرض يقدر يرفع الأوزان دي. والكل انتظر فوز الألماني رودولف إزماير بالذهبية لتاني أولمبياد على التوالي. المنافسة كانت شبه محسومة لدرجة إن أدولف هتلر حضر المنافسات عشان يشهد تتويج إزماير،
لكن حصلت المعجزة، مش بفوز التوني بس، ولكن بتفوقه على إزماير ب 35 كيلو كاملين، فارق مهول ومش طبيعي بين المركز الأول والتاني. والتوني ما اكتفاش بالفوز الكاسح وتحطيم كل الأرقام الأولمبية والدولية، بل رفع وزن أتقل ب 15 كيلو كاملين من الفئة الأعلى في البطولة، شيء ما كانش منطقي ولا مفهوم. وهتلر المتيم بالجنس الأري اللي انتظر تتويج ألماني خضع قدام أسطورة التوني وقام بتحيته وأشاد بيه. لكن هتلر نفسه حرم التوني ومصر من مزيد من المجد الأولمبي، لأن الحرب العالمية الثانية اتسببت في إلغاء نسختين متتاليتين من الأولمبياد. وفي نسخة لندن 48 رجع التوني، كان تقدم به العمر بس كان مستعد لتكرار إنجاز الأولمبي، لكن ليلة المنافسات شعر بألم شديد في الزائدة الدودية وكان محتاج لجراحة عاجلة. التوني في شجاعة كبيرة رفض وصمم يشارك، كان مقهور من عدم إقامة الأولمبياد في أفضل سنين عمره، ورغم إلحاح الأطباء ورجائهم المستمر للتوني عشان ينسحب، لكنه صمم ونافس وكان على وشك الفوز بالبرونزية، لكنه أنهى في المركز الرابع. وصحيح أن التوني في لندن 48 ما حققش ميدالية، لكنه أثبت مجدداً حقيقة راسخة أنه شخص لا ينتمي لعالم البشر. والتوني ما قدرش يحقق ميدالية في لندن 48، لكن مصر قدمت أنجح مشاركة أولمبية في تاريخها وحصدت 5 ميداليات، منهم 2 ذهب و2 فضة. وكالعادة رفع الأثقال كانت كلمة السر، خصوصاً لما البطل إبراهيم شمس حصد ذهبية منافسات 67 كيلو وحقق رقم أولمبي جديد. وشمس اتظلم زي التوني لأنه كسب برونزية في برلين 36 لما كان عمره 19 سنة بس، واضطر يستنى 12 سنة عشان يظهر في الأولمبياد تاني ويكسب الذهب في لندن 48. وبكده بقى شمس أول مصري يفوز بميداليتين في نسختين مختلفتين، بعد ما حقق فريد سيميكا ميداليتين في نسخة واحدة قبله. والمنافسات كانت شرسة مع المصري عطية حمودة اللي فاز بالفضية، عشان تكون دي المرة الوحيدة في التاريخ اللي مصر تفوز بالذهبية والفضية في نفس المنافسة. وفي رفع الأثقال وزن 60 كيلو مصر كانت على موعد مع ذهبية تانية في لندن 48 باسم محمود فياض. البطل السكندري ما اكتفاش بحصد الذهبية، لكنه حقق رقم قياسي عالمي جديد وفاز بفارق مريح عن أقرب منافسيه. لكن للأسف الإنجاز ده كان ليه وجه حزين، ففياض لما رجع مصر ما لقاش حد في استقباله، ويقال إنه ركب قطر درجة تالتة في طريق عودته للأسكندرية. وبعد 3 سنين لما أصيب بانزلاق غضروفي في التدريب ما لقاش حد يتكفل بعلاجه، واضطر أهله وأصدقائه يجمعوا له فلوس العملية عشان يعتزل بعدها اللعبة نهائياً. ومصر هتدفع تمن غالي قوي بعد إهمال فياض، لأننا هنستنى 56 سنة عشان نفوز بميدالية ذهبية تانية. فلحظة ما كرم جابر صرع الجورجي راماز نوزاتزي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 96 كيلو بأثينا 2004، مش بس كانت إعلان عن عودة الذهب الأولمبي الغائب لعقود، ولكن عن الفوز بأول ميدالية أولمبية في العموم من 20 سنة كاملة. وجابر حطم كل المنافسين، هزم التركي أوزال 11-0 في نص النهائي، وقهر الجورجي نوزاتزي 12-1 في النهائي. ومع ميداليته الفضية في لندن 2012 بيكون جابر هو أنجح رياضي مصري أولمبي على الإطلاق رقميا. ورغم أن جيلنا شاف جابر بيكسب ذهب واحتفاله الشهير وعلم مصر على كتفه في مشهد ما عرفتهوش الأجيال اللي قبلنا، لكننا بنرجع نتصدم بالحقيقة الصعبة، مصر فازت بذهبية أولمبية واحدة في آخر 73 سنة. لكن في طوكيو 2020 ثقتنا كبيرة في البعثة المصرية عشان نشوف حلم الذهبية الثامنة بيتحقق قدامنا.